بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله. نكمل مع درس الاحتمالات، نستقبل إن شاء الله تعالى إلى حل مفصل لبكالوريا 2018 رياضي. النص يقول: كيس به 9 كوريات متماثلة نفرق بينها عند اللمسة بمعنى يوجد تساوي في الاحتمال، موزعة كما يلي: 5 كوريات حمراء مرقبة، 1 1 2 2 2 ثلاث كوريات سوداء مرقمة ناقص 3 2 3 وكورية بيضاء مرقمة ب ناقص 1. نسحب عشوائيا 4 كوريات في آن واحد. السؤال الأول: احسب احتمال كل حادثة الحادثة أ الحصول على 4 كوريات من نفس اللون، الحادثة ب الحصول على كورية بيضاء على الأكثر، بالنسبة للحادثة س الحصول على 4 كوريات مجموع أرقامها معدوم. السؤال الثاني، الجزء الثاني: إكس متغير عشوائي يفرق بكل نتيجة سحب الكوريات السوداء المتبقية حذاري، يوجد اختلاف بين الكوريات السوداء المسحوبة والمتبقية. احذر في الكيس. سؤال ألف: عين قيم إكس وعرف قانون احتماله. سؤال باء: احسب الأمل الرياضي إد إكس. سؤال جيم: احسب احتمال الحادثة إكس مربع ناقص إكس أكبر تماما من صفر. فكروا في حل التمرين، نلتقي بعده إن شاء الله. نجيب على السؤال الأول: حساب احتمال كل حادثة. قبل الإجابة على السؤال يا جماعة، نضع مخطط للألوان، مخطط للأرقام كما وصيتكم من قبل. ها مخطط الالوان، يعني يكون يسالك هنا الالوان، يسالك على الالوان خدم بهذا. وهنا عندنا مخطط الارقام، يكون يسالك على الارقام خدم بهذا. هاك تنظم روحك في الاول. دونك هنا بدنا عندنا كورية حمراء، عندنا 5، عندنا 5 كوريات حمراء. ها فوالا، وعندنا 3 سوداء، 3 سوداء عندنا وعندنا كورية بيضاء، كورية بيضاء اوكي. عندنا 9 كوريات صح. دركا مخطط الارقام، عندنا كورية واحدة تحمل رقم ناقص 3 نضمهم، كورية تحمل رقم ناقص 1، ومن بعد عندنا كوريتين تحمل هذا الرقم واش 1 مع 1 زيد. عندنا 4 كوريات، 4 كوريات تحمل الرقم 2 فوالا، ومن بعد عندنا كورية وحدة تحمل الرقم 3 ديما تأكد من الحساب تاعك، عندك 6 7 8 راك مليح صاي. هاي جاوبو دوكا جماعة. احتمال حصول الحادثة أ قبل حساب الاحتمال، ما هو عدد الحالات الممكنة لسحب 4 كوريات في آن واحد؟ هو التوفيق، التوفيق ها عدد إجمالي الكوريات هو 9، قدا قاعدين نسحبو نسحبو 4، النتيجة بالآلة الحاسبة. عندنا 9 9 شيفت قسمة 4 تساوي 26، 126 هاي النتيجة تاعك. سي بون، هاي نجاوبو دوكا على احتمال حصول الحادثة أ. بي دو أ ماذا يساوي؟ عندي هنا سي 9 4 عدد الإمكانيات. هايا 4 كوريات تحمل نفس اللون، شوف هنا وهضر. ها هنا من الكوريات الحمراء، هل يمكن أخذ 4 كوريات؟ الجواب نعم، هي باسكو العدد يكفيني، يكفي العدد. بصح هنا هل يمكن سحب 4 كوريات سوداء؟ ما تقدرش، العدد غير كافي. البيضاء نفس الشيء، تسمى سحب 4 كوريات تحمل نفس اللون، هي بمثابة سحب 4 كوريات حمراء. كان قادر يقول لك احسب لي احتمال سحب 4 كوريات حمراء. سي بون، هنا واش نقولوا؟ من الخمسة اللي حمر، من الخمسة اللي حمر راح ندي 4، ناخذ 4. ها النتيجة لقاها 5، 5 شيفت قسمها 4، النتيجة كنت تساوي 5، 5 سين 26. شنو
أساوي 5 قسمة 100 أس 29 7. الحادثة بي، شو بالنسبة للحادثة بي؟ في رأيك مجموعة، أعطيني رأيك، كانت سهلة مليح مرمون تجاوب لي بدون حساب. كيقول لك الحصول على كورية بيضاء لاقصى، بيضاء على وحدة بيضاء لاقصى، يعني اختصاص. وحدة بيضاء لاقصى، ترجمها، تير مرمون الصحة، في على الأكثر خير تبدا منها وتهبط. اسمع نقولوا وحدة بيضاء. اسمع بنزار خير، عندك وحدة بيضاء. والله صفا بيضاء، والله ما تسحبهاش، سما البيضاء تسحبها ولا ما تسحبهاش. هذا نورمالمون جماعة اللي فاهم مليح. نورمالمون كدير لك الحسابات تلقى واحد. علاه؟ باسكو أنت الكرية البيضاء عندك ملهم وحدة. عطيني الأسئلة على الأسئلة على البيضاء، تقول لي تسحبها ولا ما تسحبهاش، هذو هما خلصوا. من هنا كاينة كرية وحدة. ما تقدرش تقول تسحب كرية ولا زوج ولا ثلاثة، كاين عندك أصلا وحدة. اسألني غير على البيضاء، تقول لي يا تسحبها يا ما تسحبهاش. سما نورمالمون بي دو بي كدير يخرج يخرج واحد. يخرج واحد علاه؟ باسكو حتى الاسئله تسحبها كامل. تسمى البيضه يا تسحبها يا ما تسحبهاش، كون ما تلقاش احتمال غلط. غلط. راه اوكي. اذا واش نقول؟ بي دو بي ماذا تساوي؟ ها كورية البيضاء شحال عندك؟ عندي كورية وحدة. ها نسحبوها، تسمى من واحد ندي واحد. بصح انت تسحب ربع كوريات مادام قالك في الاول خلاص. نسحب ربع كورية في ان واحد ولازم تكمل لي ربع زايد. دونك انت هنايا هنايا زيدني ثلاثة من اللي بقاو، اللي بقاو ما يهمونيش، اللي بقاو تحب تزيد ثلاثة سوداء ولا ثلاثة حمراء ولا يكونوا سوداء وحمراء ما يهمنيش. تسمى التفاصيل هادي ما تهمنيش، تسمى كمل لي ثلاثة من الثمانية اللي بقاو، المهم كمل النصاب تاعك والسلام. زايد زايد او يعني نقولوا زايد. دونك صفر بيضة، من البيضة ما نديش، ما نديش البيضة، البيضة نحيها خلاص ما نديش. سما عطيني ربعة من اللي يبقاو، ما يهمونيش ثاني نفس الشيء، ما يهمونيش زي ما غايكونوا. أنا واش نقولوا زيد سي 8 4، خلاص خلص هذا المكان. دير الحساب هذا تلقاه واحد، تلقاه 126 على 126، فوالا. مقام 126، معليش غير نروح نحسبوا. هاي واش نقولوا هنا؟ سي 1 1 نديروا بروحنا ما على بالناش، شيفت قسمة 1 ضربة. 8 شيفت قسمة 3 زائد 8 شيفت قسمة 4 واش تساوي؟ شيفت قسمة 4 عطانا نعاودو الحساب معليش. عندنا واحد واحد عندي شيفت قسمة 1 في 8 شيفت قسمة 3 زائد 8 شيفت قسمة 4 تساوي 126 يا جماعة. هاي 126. إذن النتيجة واش تساوي منا؟ 126 تقسيم 126 واش تساوي؟ تساوي واحد. الأهم من هذا النتيجة منتظرة، تسمى قاعدين نتسنى فيها تخرج لك. الإنسان ماشي كي تحسب الاحتمال تلقاه واحد تولي تبان لك شغل بيزار، ماهيش بيزار نورمال. هنا كون ما تخرجش، كون ما تخرجش نتيجة واحد اللي مش نورمال. داكور هكا نورمال النتيجة. أوكي هذا فهمناه. دركا الحصول على أربع كوريات مجموع مجموعها ها معدوم، مجموع الصحة والجوع معدوم. الحادثة سي، شوف معايا مجموع أرقامها معدوم. شوف الحادثة سي هاي ركز. دركا هنا كيقول لي مجموع الأرقام معدوم مجموع، تسمى نخدم المخطط تاع الأرقام، نخدمو بمخطط الأرقام، مخطط الألوان. دركا اللي ما يهمنيش هاي أوكي. الحادثة سي مجموع الأرقام معدوم، مجموع الأرقام يكون معدوم. هنا التعبير برك يا جماعة، عطينا ربع كوريات مجموع أرقامها معدوم. قال هنا يكفي لاصق نديرو المخطط صحن. هنا قال يكفي حصول إحدى التشكيلتين، هكا بس نقص عليك التعبير، حطو التشكيلتين وخلاص هاك، ما تعبرش. بلا ما تقول نسحب كورية مثلا تستعمل رقم مثلا ثلاثة وكورية تستعمل رقم واحد، بس نقص عليك الهضرة، وكورية تستعمل ناقص واحد وكورية تستعمل ناقص ثلاثة، نعطيه التشكيلة تاعو وخلاص. ها يا جماعة كيف نلقاو؟ كيف نلقاو الصفر؟ هيا إليك الخط.
واش نقولوا مثلا نقولوا هنا كونسيب كورياتين 2 2 مع ناقص 1 ناقص 3 يعني 4 ناقص 4 4 ناقص 4 كيخرج 0 تسمى هنا واش نقول نقولوا 2 ها 2 ها هذه هي 4 زيدني معها ناقص 4 ناقص 4 تنتج به بجمع ناقص 3 ناقص 1 هاي ناقص 3 ناقص 1 كاين اقتراح واحد اخر وكون نقولوا كون نجمعوا مثلا كوريات 1 ناقص 1 تخي 0 ناقص 3 مع 3 سالي 0 راح دونك هنا واش نقولوا نقولوا ناقص 3 ها ناقص 1 نزيد 1 3 خي كون نجمع هادو كون نجمع هادو راه تلقى 0 وما كاينش حاجه اخرى ما كاينش حاجه خلاف ما كاينش دابور كاين غير الحالتين هادو هادو واش كاين دونك هادي هادي نرجعوها الرياضيات الجمعه ها مخطط الارقام ومنظم دونك انت ياك معايا شوف ها دونك الكورية اللي تحمل رقم 2 لازم ندي زوج الكورية اللي تحمل ناقص 3 لازم ندي وحدة الكورية اللي تحمل ناقص 3 ندي وحدة هنا الكورية اللي تحمل ناقص 3 ندي وحدة هنا ثانية كيف الكورية اللي تحمل رقم 1 ها ندي وحدة والكورية اللي تحمل رقم 3 ندي وحدة الهضرة هادي راه الدار الرياضية سي بون داكور نقدر هنا نقدر هنا نقدر نجاوب هكا بدا كان مادام ناقص 3 ناقص 1 جماعة هذا شغل العامل المشترك تقدر تقول ناقص 3 ناقص 1 هي ناقص 4 لازم نزيد لها 4 بعد تلغى سما تقدر ترجع عام مشترك هي ترجع عام مشترك قال من هادو ندي زوج وهنايا من الواحد من الواحد ندي وحدة و 3 ندي وحدة تقدر تجاوب هكا بحساب اخر روح اوكي اذا بي دو سي P de C ou tout ça. Ah. Quand il y a des termes, un nombre de ça, 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 toujours c'est de ça, Allah. Hai, n'est-ce pas? Je vais vous dire, je vais vous dire, un nombre de ça, un nombre de ça, un nombre de ça, C, ouais, ouais, c'est. Ou un nombre de ça, un nombre de ça, un nombre de ça, F, C, ouais, ouais. دير عارضة هاي دركا دركا ناقص 3 ناقص 1 هي إما زيد لها 2 2 يا إما زيد لها 1 3 زيد لها 2 2 قد عندك الكورية اللي تستعمل رقم 2 عندي منهم 4 هاي هنا واش تسملي تسملي سي 4 و 4 هادوك عطاني زوج نحتاج زوج ها قاعد تشوف زوج أو أوكي هنايا ناقص 3 ناقص 1 لازم تزيد لها 1 و 3 الواحد قد عندك من الواحدة قد عندك الكواليا عندي زوج عندي وحدة برك ها سي اثنين واحد ها وقد عندك الكواليا تحمل رقم ثلاثة عندي وحدة نديوها هي ها عندي وحدة نديوها هي فهم ها سي بون انت اللي ما فهمش اللي ما فهمش ترجم هذه بالحرف سما تقول لهم من هادو نديو زوج ومن هادي ندي وحدة ومن هادي ندي وحدة أو زيد تعاود له الهضرة من هادي ندي وحدة من هادي وحدة من هادي وحدة من هادي وحدة كيف كيف نفس الإجابة تلقى نفس الإجابة ها يا جماعة عطينا النتيجة ها يستعمل الحاسبة عندنا هنا 126 هذيك سي واحد واحد تسمح حتى ما تحسبهاش تسمح حتى ما تحسبهاش هي توجور تساوي واش تساوي واحد ما نديرش عليها هذي ها احسب لي هذي برك إذن هنا واش نكتب نكتب 4 شيفت قسمة 2 زايد 2 شيفت قسمة 1 ضربة ها سي واحد واحد اي واحد ما كانت تسرع سي بون واش تساوي تساوي لي 8 تساوي لي 8 ها تساوي 126 تقسيم دي هنا 8 تقسم 126 عفوا واختزل لنا النتائج بيان سور 8 على 126 قد ها 8 تقسم 126 تساوي شيفت ا بي سي 4 على 63 ها هذا المكان سي بون هاي افكارنا في الجزء الثاني سنتغير شوي نلتقي بعد الحين ان شاء الله نكمل مع الجزء الثاني اكس متغير عشوائي تابع القرية السوداء المتبقية المطلوب تعيين قيم اكس وقانون احتماله ركز قلنا الكوريات السوداء ها
هنا ما نقولوا لهم سحب ولا متسابقية، هنا الكوارية السوداء قد، ركز معنا هذا الأمر هذا تحدثنا فيه ديجا، قد لا تسحب. قد لا تسحب، دوك هنا في كلمة لا تسحب نقول لك قداه قاو، ما تقوليش اكسسوار السفر، تصير كي الكوارية السوداء ما تسديش منهم، قداه قاو في الكيس، الكوارية ثلاثة اكتب لي اكسسوار ثلاثة، اكسسوار ما دارت ثلاثة، داكوغ. ها مالا كي ما ديتش منهم واش ديت؟ ديت اربع كواريات من اللي بقاو تسمى هادو يا جماعه. بين تساهموا هادو قدا عندك، راك عندك منهم ستة، ست كواريات، وهادو قدا عندك منهم عندي ثلاثة، عندي ثلاث كواريات. سافا دوكا انت هنا كي قلت لي الكواريات السوداء لا تسحب، تسمى ما ديتش من ثلاثة هادو، عرفت دي اربعة من ستة، اذا هنا الحظ الضري برك التوفيق. هنا واش نقولو من ستة، من ستة نديو أربعة، يعني من الكواريات السوداء ما ديناش، من ثلاثة هادو، من ثلاثة ما ديناش، تحب ما تسبهاش هادي صفر، هادي باش تفهم برك، دوك تلقى الأس هذا كاع يهبط والأس هذا بدا يطلع، داكوغ، سي بون، هذا واحد السحابة في الحقيقة، حنا قاعدين نهضرو باللغة هادي ما نفهموكم، أوكي، قلنا هنا قد تسحب مرة، مرة. ها كي تسحب مرة بليس كوارية سوداء قداه بقاو لك، بقاو لي اثنين، شوف معايا تقول لك ديس كوارية سوداء، يعني من ثلاثة هادو كديس وحدة، هاي من ثلاثة أنا ديس وحدة، دونك هنا من ستة هادو كمل لي ثلاثة، تسمى كمل النصاب تاعك، هنا عندك من ستة اللي بقاو كمل لي ثلاثة، ديما هنا في السحابة يا جماعة لازمني كي نجمع نلقى أربعة، صفر زائد أربعة أربعة، واحد زائد ثلاثة أربعة، ها واش تلاحظ الأس هذا دوكا قاعد دوك تلقاه قاعد ينقص، وهذا قاعد يزيد، وهذا قاعد يزيد، هذا المكان، وهذه صعب بلي في المسألة السحابة، ها قد تسحب، تسحب مرتين، ها مرتين، قدا يبقى تسمى كي ندي دوزان، تبقى لي وحدة، تبقى وحدة، كدي سكواريتين سوداء هنا، من ثلاثة كدي اثنين، ها كمل لي اثنين من اللي بقاو، تكمل لي اثنين، من ستة اللي بقاو، ختاما قد تسحب ثلاث مرات، على حد نحبس ثلاثة، على ما عرفتش الأربعة، ما ميكيونيش، تسمى الكواريات هنايا السوداء قدرت تدي من في ثلاثة، ما عنديش منهم أربعة، تسمى دركا هنا، في الخطوة هذي نحبس، قد تسحب، ها، ثلاث مرات، كي تسحب ثلاث مرات تسمى إكس تاعك واش يساوي؟ يساوي صفر، يساوي صفر. ها نحضروا التوفيق تاعنا واش عندنا، يعني من سي ثلاثة، سي ثلاثة ثلاثة، دينا ثلاثة، كمل لي وحدة من اللي بقى، تكمل لي وحدة من ستة اللي بقى، هذا المكان سي بون. إذا القيم الممكنة للمتغير العشوائي إكس هي، هي إكس تساوي، ما هي قيم إكس؟ عندي صفر، علاش نرتبهم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، ما هو قانون الإحتمال؟ قانون الإحتمال، الإحتمال هو الجدول، نحسبوا الساعة إحتمال كل متغير على حدة، وما نضيعوش النقط، بـ إكس يساوي صفر، بدا منا. x يساوي الصفر، ماذا يساوي؟ bx يساوي الواحد، وكلش محضر، bx يساوي اثنين، ختاما bx يساوي ثلاثة، bx يساوي ثلاثة، سافا، هنا في المقام عندنا c تسعة أربعة، جميع المقامات، فيهم c تسعة أربعة، دوكا حتى البسط برك والبسط راك حضرتو ديجا، هاي. عندي هنا واش عندنا؟ هاي بي اكس يساوي صفر واش عندي؟ سي ستة واحد، سي ثلاثة ثلاثة، زيد بي اكس يساوي واحد، ها بي اكس يساوي واحد، سي ستة اثنين، سي ستة اثنين في سي ثلاثة اثنين، بي اكس يساوي اثنين، سي ستة ثلاثة في سي ثلاثة واحد، و بي اكس يساوي ثلاثة، سي ستة أربعة. هاديك سي ثلاثة صفر سي با لا بان تكتبها، ما عندها حتى معنى، داكور، المقامات يا جماعة خير لقيناهم 126 من قبل، دوكا حسبنا البسط برك، ركز معايا الحساب تاع البسط، هاي عندنا ستة شيفت قسمة واحد ضرب
جاب السؤال الأخير حساب بي إكس موقع ناقص إكس أكبر تماما من صفر. شوفوا معنا جماعة هذه الحادثة مثلا نسميو هذه هي الحادثة إكس موقع ناقص إكس أكبر تماما من واش من صفر. شوف أحسن طريقة كاين هنا الطرق بزاف. أحسن طريقة هي هذه كانت تجاوبني على أي مجال تكون مصراجعة هذه محققة على أي مجال. شوف معايا والله ما هي قيم إكس اللي تحققنا مصراجعة وهو جدير إكس مربع ها ناقص إكس أكبر تماما من صفر. ها نقول ناقص إكس هنا إكس مربع أكبر تماما من إكس. هيا نسأل تجاوبني هل المصراجعة محققة بالأجل إكس يساوي الصفر؟ عوض وشوف عوض وشوف اسهل طريقة صفر مربع أكبر تماما من صفر غير محققة من أجل الصفر. هذه يا جماعة ها وش بها هذه غير محققة ها من أجل واش إكس يساوي الصفر. ها من أجل إكس يساوي الصفر
هل المصارجحة محققة من أجل إكس يساوي واحد؟ الجواب ثاني لا، غير محققة من أجل إكس يساوي واحد. علاه؟ كتقول لي يساوي واحد مربع، ماشي أكبر سمم من نفسه، واحد مش أكبر من واحد، أكبر أو يساوي صحيحة، أكبر سمم تسمى غلطة، تسمى ماشي محققة، تسمى هذا ما يحققش وهذا ما يحققش. هل المصارجحة محققة من أجل اثنين؟ جرب، وهي اثنين مربع أربعة، أكبر سمم من اثنين. قال هذه محققة، محققة من أجل إكس يساوي اثنين و إكس يساوي ماذا؟ ثلاثة. محققة من أجل ثلاثة ثاني، هاي ثلاثة مربع قد فيها تسعة، تسعة من ثلاثة صحيحة، اسمها هذه المصارجحة محققة من أجل إكس يساوي اثنين إكس يساوي ثلاثة. هذا أو توضيح برك يا جماعة، ما تكتبوش ما تكتبوش، كيف تسير مشكل. قولي هذه محققة من أجل أي قيمة سي إكس خلاص وهذا ما كان. دونك انتبه لها. يعني فاش تكمل إجابتك؟ نهار فاش تكمل الإجابة. الإجابة هاي كيف تكمل؟ ها في إكس مربع، إي إكس مربع ناقص إكس أكبر تماما من الصفر، هي بمثابة بي، يعني الحق من أجل إكس يساوي سنين وثلاثة. سبدو بي إكس يساوي اثنين زائد بي إكس يساوي ثلاثة، يعني الكتابة هذه وظهر بي كيف كيف في بعضها. وهادو أما عندك ديجا، أما عندك ديجا، إذا الناتجة تساوي 60 على 126 زائد 15 على 126، واش تساوي؟ تساوي 75 على 126. شوف برك الكسر إذا كان قابل للاختزال اختزل الماء. عندنا الكسر قابل للاختزال، عندنا 75 تقسيم 126، خاص مجموع الأرقام يساوي 3 في 2، الناتجة ماذا تساوي؟ تساوي 25 تقسيم 42. شوفوا جماعة بين دعمكم برك 70. شوف معايا كون دابا ما تحطش غلطة، كون نقول لك بي، جاوبني طول بلا ما تشرح لي، بي إكس مربع ناقص إكس، نعطيك الحالة كاملة حبيت، أكبر يساوي صفر، زدتك تساوي، هنايا إسكو المصارجحة، هل المصارجحة هادي إكس مربع كنزيدو لها تساوي، هل محققة من أجل الصفر؟ تقولي نعم، تقولي نعم. باش كان محققة من أجل واحد؟ نعم، صار محققة من أجل جميع القيم، جميع القيم، كنقولوا أكبر تساوي، مهم وحدة فيهم صحيحة، أكبر أو تساوي. دونك هذه محققة من أجل جميع القيم، تسمى نتيجة قد تساوي؟ تساوي واحد. هذه بمثابة ماذا؟ بمثابة بي إكس يساوي صفر، زائد بي إكس يساوي واحد، تسمى جميع القيم يحققوا لي، زائد بي إكس يساوي اثنين، زائد بي إكس يساوي ثلاثة. إذا النتيجة صحيحة ماذا تساوي؟ تساوي الواحد، تساوي الواحد، صحيح، هذا ما كان. داكور؟ سي بون. نتوقعنا نلتقي في حصة أخرى إن شاء الله مع نماذج أخرى في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.